زوج. يعني أنا الصراحة من الأشياء اللي وايد استمتعت فيها بإيقافها على قناة الراي تحت، ما أدري طبعا إيه مشت البرنامج ما قام برعاية، ما أعرف الأسباب، بس طبعا أنا من الأشياء اللي أنا افتكيت منها صراحة، مع احترامي طبعا الجميل طبعا الأستاذ يوسف الجلاهمة أبو أحمد، عاد أنا أشكره مسوي لي لايكات على الإنستغرام ذاك اليوم، والله تقعد مبكر أبو أحمد، حبيب أبو أحمد يوسف الجلاهمة أستاذنا، ولا كل التقدير والاحترام، بس أنا من الأشياء الصراحة اللي ارتحت منها من إني أشوفها على قناة الراي، مع احترامي لها وتقديري الشخصي لها، هو برنامج الدكتورة فوز. افتكينا أنا واحدة افتكيت من حكاية، سوري في الكلمة، معنى هناك كانت مقال عادي عند الدكتورة فوزية درع، من حكاية الجنس الفموي والما أدري شنو هذا، والله يعني أنا أذكر شفت حلقة، كنت مع الوالدة الله يرحمها، كنا نطالع حلقة من حلقات الدكتورة فوز أيام سيرة الحب أو ما أتذكر يعني بالضبط، كنت قاعدة أنا والوالدة وكانت قاعدة تشرح الدكتورة فوزية الدريع في أحد حلقاتها على الراي طريقة ليلة الدخلة. أتذكر ما كان فيه إلا أنا والوالدة الله يرحمها ويدخلها الجنة إن شاء الله ويسعها بكامل المغفرة إن شاء الله، كنا قاعدين أنا وياها بس ما حدش تلتنا أبد، وهي قاعد تشرح بالتلفزيون، تشرح الدكتورة فوزية دريع، والله معنا المفروض أن أنا والوالدة الله يرحمها خايضين التجربة، بس والله أتذكر طالعنا بعض كذي استحينا انكسفنا. فتخيلوا هذا قاعد يطلعون أطفال، والمشكلة كان يحط في وقت، يعني أتذكر كان 8 سيرة الحب كان يحط 8، ما أدري ساعة كم كان يحط بعد دكتور فوز، أعتقد كان حده 10، يعني وقت غصب الأطفال قاعدين. كان صعب الصراحة، بس أنا الصراحة ارتحت لما راح على الشو تايم، صار مشفر، لأنه هو فعلا برنامج مشفر، يعني مو لازم يشوفون التينيجرز واليهال ويخدشون حياءنا.